عايزة كان بيسمعنا، لان انت لسه قايل حاجه على فيلم برضو الجلولو بتاع يعني لا علاء، استاذنا طبعا الاستاذ علاء عزت. استاذ علاء طبعا يعني برضو عشره كبيره طبعا جدا يعني. الحمد لله تخن دلوقتي ما شاء الله، نحسده على ما شاء كل الله، مره بيخس ما وكل شاء الله مره ما شاء الله زاد له بتاع كيلو ونص كده. ربنا يديله الصحه، ده لعيبه الكوره ما بيعملوش كده. لا انا يعني برضو يمكن من الحاجات اللي الواحد وهو بدايه طلوعه في الدرجه الاولى كان الاستاذ علاء موجود باستمرار معانا، فكنا بنتناقش في امور مثلا يعني ممكن تبقى دايما داخله في الامور الفلسفيه، يعني انا مش مساله فلسفه لكن ممكن جمله تعجبني تمام تعيش عليها شويه. بجد يعني ممكن جمله تتقال تبقى مقياس الافلام حتى القديمه. ما هو كان اقول لك على حاجه مثلا، انا من هوايتي او من الحاجات اللي ممكن تخرجني من اي مود تمام، ان انا ممكن اجيب افلام عربيه قديمه مثلا اقعد 3 4 ساعات قدامها يعني، فتره طويله ما قوي. عندكش مشكله؟ ما عنديش مشكله، بالعكس انا بحس باستمتاع رهيب رهيب جدا، يعني اميل للافلام القديمه اكتر من الافلام الجديده خالص، وبحس انها بتعكس المجتمع اللي كان فيها، وده طبيعي بتعكس الوقت اللي كان فيها الافلام دي او السنين اللي كانت فيها اللي قد ايه كانت الامور جميله صافيه جدا هاديه جدا، كان في مستوى معين الناس مش تنزل عنه خالص تمام، وبعدين في رساله بتتقال في اخر الفيلم، الرساله دي ممكن تبقى جمله او تبقى موقف او تبقى عمرك في حياتك في الافلام القديمه صح. عمرك في الافلام القديمه اللي هي ابيض واسود ده ما هتلاقي واحد بدا غلط والنهايه تكون سعيده، لازم تبقى النهايه مؤثره، وعايز يقول لك ان الطريق الغلط اخره كده والطريق الصح حتى لو كان في بعض الصعوبات ولا حاجه بيبقى بس اخره بيبقى كده كويس، بيبقى اخره كده. فانت عشان كده بتبقى واخد بالك من كل انا بحب جدا الافلام القديمه. ممكن اكون انا ما عنديش فيسبوك خالص ماشي، مش عايز اقول كده ان ده صح، ده غلط. لكن انا بستمتع بده، انا يعني مش عايز لا بحس ان انا برتاح اكتر. في حد ممكن ينقل لي انطباعات الناس، في حد ممكن يقول لي ايه اللي انطباعات بيحصل؟ اللي بيحصل، لكن انا ما بحبش اخش بشكل كبير قوي في اللي بيدور دلوقتي. هقول لك على حاجه كمان من شخصيتي مثلا، انا ممكن اسيب الموضوع كله وانام، والله العظيم لو في حاجه طبعا لو وبتنام. في بنام يعني ممكن مفيش مشكله يعني لو في حاجه انا مش هقعد استنى ايه اللي بيحصل وده عمل ايه وده عمل ايه ورد فعله، انا الساعه 8 الصبح ولا الساعه 9 الصبح لما اصحى هبقى اعرف ممكن انطباعات الناس دي تتغير. يعني ممكن حبك للمكان يا كابتن اسامه، انا اديت لك مثال في الاول قلت لك ممكن اهتمامك بابنك وهو انت قصد تهتم بيه بس مزودها قوي يضره، ممكن من كتر حبك للمكان قوي او حبك تفكيرك يبقى مقتصر على حته معينه صح، فمش شايف الرؤيه بشكل كبير قوي. فلما تنام وتصحى 8 ساعات 9 ساعات بس ما يكونش فيها قرار دلوقتي لازم يتاخد، انا بقول لك قرار النهارده خده النهارده، قرار بكره تمام خده بكره ما تاخدوش النهارده، يعني في قرار ممكن يتاخد بكره خلاص يتاخد بكره، تقعد مع نفسك بشكل كويس، تدرسه بشكل كويس، تقرا بشكل كويس، تسترجع مواقف كانت شبيهه بشكل كويس عشان لما تاخد القرار يبقى سليم 100%. طيب هنكمل كلامنا مع كابتن سيد عبد الحفيظ وهنتكلم عن السوشيال ميديا بالمناسبه لان حاجه مهمه جدا ولها تاثير واجيال مختلفه، اجيال زمان كانت ما كانش فيه الكلام ده خالص ولا كان فيه اي حاجه، دلوقتي الموضوع مختلف. هنتكلم عن السوشيال ميديا وهنفتح بقى ملف كره القدم بدايه من المدير الفني وحتى كل اللاعبين والمدرب العام وكل الناس، هنتكلم عن كل الامور الخاصه اللي حضراتكم دايما بتسالوا فيها كابتن سيد عبد الحفيظ، ولكن بعد هذا الفاصل.